لو احنا خدنا مثال لجنرالايز كنترول سيستم، يعني بيسكلي لو احنا شفنا اي كنترول سيستم هنلاقي ان هو بيتكون من مجموعه حاجات، بيتكون من كنترولر، بيتكون من افكتور، وبعد كده في بلانت، هي دي اللي احنا بعد كده بيبقى عليها الاكشن اللي بيحصل من الافكتور دوت، ودي طبعا بتبقى متعرضه لمجموعه ديستربنسز، ومجموعه الديستربنس دي ممكن تغير الحاله بتاعت البلانت دي. طبعا بنتحكم في البلانت عن طريق مجموعه فاريبل بنسميها مانيبيوليتد فاريبلز. يعني احنا مثلا في الوضع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ان احنا عندنا في البريشر كنترول بيبقى عندنا مانيبيوليتد فاريبل هو البريشر، بالنسبه للفوليوم كنترول بيبقى المانيبيوليتد فاريبل هو الفوليوم. فبيسكلي الحاجه اللي بتطلع بعد كده بنقيسها، يعني لو انا مثلا بمانيبيوليت البريشر ممكن ان انا مونيتور مثلا الفوليوم او مونيتور البريشر اللي خارج من هنا اللي هو الكنترول فاريبل، وبعد كده باخد منه سامبل بيبقى بنسميها الفيدباك سيجنال، بنروح بعد كده بنقارنها بالانبوت اللي مطلوب من اليوزر. يعني اليوزر قرر ان هو عاوز ان يبقى فيه كونستانت بريشر عند الانبوت بتاع البيشنت، يبقى بيسيكلي انا باخد البريشر سيجنال اللي انا قستها وبقارنها بالانبوت اللي هو اليوزر حدده، ويبقى فيه عندي هنا ايرور سيجنال. مهمة الكنترولر والافكتور ان هو يحاولوا ان هم يعملوا تريسينج، او يحاولوا ان هم يتراك الفاليوز اللي هي مطلوبة من اليوزر دي، ويخلوا الحاجة اللي موجودة في البلانت هي exactly the same value. طبعا مجموعه الكنترول دي اللي هي مجموعه الخطوات بتاعت الكنترول، مجموعه الستبس بتاعت الكنترول دي ممكن تتنفذ بطرق مختلفه، من اشهرها ممكن طبعا كلنا ممكن نكون سمعنا عنها هي البي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر بياخد الايرور دوت وممكن يعمل له يعني بروبورشنال كنترول، يعني بمعنى ياخد منه جزء يتضرب في كونستنت اللي هو الايرور نفسه مضروب في كونستنت، وياخد الانتجريشن بتاع الايرور ده مضروب في انذر كونستنت، وياخد الديريفيتيف بتاع الايرور دوت ويضربه في another constant، وفي الاخر ياخد دول كلهم بعد كده يستعملهم علشان يتحكم بيهم في البروسيس. وده طبعا بيحصل من مثلا عن طريق لو عندي كنترولر سوفت وير مثلا بعمل فيه الكلام ده. طبعا البي اي دي كنترول او البروبورشنال انتجرال ديريفيتيف كنترولر واحد من الفيري فيموس او الفيري وايدلي يوزد كنترولرز. وطبعا لو احنا بصينا على الايفكت بتاع الثلاث مراحل دول، لو انا غيرت في البارامترز وغيرت في الريلاتيف ويتس بتاعه الاجزاء المختلفه، بتوصلني من وضع ممكن ما يبقاش فيه تراكنج معمول بطريقه مظبوطه، يبقى فيه عندي هنا حاجه زي فلكتويشنز كده اراوند الديزايرد فاليو، وممكن ان اوصل بيه يبقى حاجه زي ما احنا شايفين كده شكلها منضبط وشكلها ان هي قريبه جدا من حاجه المظبوطه. فطبعا الليرنينج بتاع البارامترز دي طبعا بيبقى يعني مهم جدا عشان نقدر نحدد الكنترولر ده يشتغل بشكل مظبوط ولا لا. فطبعا الكنترول سيستم عموما واحد من الحاجات الاساسيه اللي هي يعني بيسك اللي هي الاساس بتاع ديزاين بتاع جهاز الفنتيليتور. طبعا ده يعتبر مثلا كلاسيكال كنترول. في بعض الانواع الاخرى مثلا زي الفازي كنترول، زي مثلا في ساعات بيبقى في انتليجنت كنترول بيبقى مختلف شويه عن كده، بس لو احنا بنتكلم على البيسك كنترول سيستم بيبقى معمول بالشكل ده.